سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة التجارة العالمية الذي أشار إلى نمو تجارة السلع الرياضية بثلاثة أضعاف على مدار 30 عاماً الماضية. أوضح التقرير أنه في الفترة من عام 1996 إلى عام 2022 ارتفعت الواردات السنوية من 15 مليار دولار لتصل إلى 64 مليار دولار. وأشار التقرير إلى هيمنة الأمريكتين وأوروبا على المشهد العالمي لواردات السلع الرياضية، فيما كانت الصين المصدر الأكثر أهمية للسلع الرياضية في العالم. ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة الأفريقية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نيجيريا. أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع شراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التجارة الأفريقية، لافتة إلى أن زيادة التجارة البينية بين دول القارة تعزز جهود التنمية الاقتصادية وتحفز النمو الشامل والمستدام. أكد وزير المالية أحمد كوجوك التطلع إلى تعميق الشراكات التنموية مع الجانب الياباني في قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر. وفي أول لقاء له مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، قال الوزير إن المدارس والجامعة اليابانية ومترو الأنفاق والتأمين الصحي الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني، فضلا عن طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين. انعقدت الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية للصودا أش لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2023، كما تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاعتماد دخول مساهمين جدد بهيكل مساهمي الشركة نظراً لعوامل الجذب التي يتميز بها المشروع كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ظل وفرة المواد الخام الرئيسية لتلك الصناعة بمصر، وهي ملح الطعام والحجر الجيري والأمونيا. شهدت البورصات العالمية تراجعاً حاداً اليوم، حيث هبطت بورصة وول ستريت بصورة حادة، إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة تقدر ب 3.6%، ومؤشر ناستاك بنسبة 6.3%. كما تراجع المؤشر نيكي الياباني بنسبة تقدر ب 3.12%. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة تقدر ب 3.1% إلى 4,282.42 نقطة. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة تقدر ب 2.42%، وفي لندن بنسبة 1.95%، وفرانكفورت بنسبة تقدر ب 2.49%، وأمستردام بنسبة 3.5%، وميلانو بنسبة تقدر ب 3.31%، وزيورخ بنسبة 2.97%، ومدريد بنسبة 2.79%. وأرجع محللون هذا التراجع إلى مخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي والتوترات في الشرق الأوسط.